الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بداية أريد أن أعبر عن مدى سعادتي واعتزازي بتواجدي ضمن فعالية هذه الدورة التكوينية المنظمة من طرف التحالف المدني لحقوق الإنسان، وأتوجه بالشكر الجزيل لرئيس هذا التحالف الأستاذ عبد الرحمن بن دياب على دعوته الكريمة، وأحييه تحية خاصة على حسن اختياره لهذا الموضوع بالنظر لأهميته من جهة وبالنظر أيضا لرهينيته. في الآونة الأخيرة الكل يتحدث عن حقوق الإنسان سواء على مستوى المحيط الدولي أو على مستوى الوطن العربي، فهذا الموضوع هذا أخذ يعني اهتماما كبيرا، وهذه المسألة واضحة من خلال يعني تنظيم مجموعة من المؤتمرات، مجموعة من الندوات، إصدار مجموعة من المواثيق، وإبرام مجموعة من الاتفاقيات سواء على المستوى الإقليمي أو على المستوى الدولي. وذلك وأصبحنا لا نتحدث عن حقوق الإنسان يعني كإنسان عادي، وإنما يعني تجاوزنا هذه المسألة إلى الحديث عن حقوق السجين أو يعني حقوق المدان داخل السجن. بالتالي أضحت هذه المسألة جزء لا يتجزأ من الأجندة السياسية والوطنية والدولية. كلنا مقتنعون بطبيعة الحال أن العقوبة السالبة للحرية يعني أعلنت إفلاسها. كلنا نعلم على أن هذه العقوبة السالبة للحرية وخاصة قصيرة المدة أضحت غير فعالة ضمن المنظومة العقابية باعتبارها أحد الوسائل الكلاسيكية لمكافحة الإجرام البسيط، بالنظر أساسا للمدار الخطيرة التي تخلف هذه العقوبة الحبسية قصيرة المدة سواء على المستوى المحكوم عليه وأسرته أو أيضا على مستوى التكلفة، كما أشار إلى ذلك الأستاذ الجليل فضيلة الدكتور حدف باعتباره الخبير الدولي في العلوم الجنائية، أشار إلى التكلفة الاقتصادية يعني المكلفة جدا للدولة. فيعني هذه النفقات التي تنفق في السير و يعني بناء البنى التحتية بما في ذلك السجون، فكان من الأولى أو كان حري بنا أن نستثمر هذه المداخل للتنمية وتوجيهها للتنمية والتعليم والصحة. إذن لدي بعض التساؤلات أتوجه بها للأستاذ جليل. أقول هل نتوفر على سياق وطني محفز على الأخذ بالعقوبات البديلة بالمغرب؟ هذا من جهة. من جهة ثانية يعني بتصفحنا للتنظيم القانوني اللي جا به المشرع سواء في المشروع ديال القانون الجنائي او المشروع ديال المسطره الجنائيه، واش هذا يعني مدى نجاحه هذا التنظيم؟ واش يعني بدائل العقوبات اللي جا بها المشرع المغربي، واش الا خدينا بها كما جا بها المشرع، واش هل تحقق نوع من النجاعه وهل هي فعاله في التخفيف من وطأة الجريمه و يعني الحد من انتشار هذه الجريمه، علما باننا نعرف كما اشرتم الاستاذ جليل نعرف انتشارا يعني او ارتفاعا متزايدا وخاصه في ظل الظروف اللي عشناها مؤخرا، وحسب الاحصائيات لا وزاره العدل ولا رئاسه النيابه العامه، فاكيد اكدوا على ان يعني النسبه ديال السكينه السجنيه ارتفعت بشكل مهول خلال فتره الجائحه. ثم السؤال الاخر وهو ما مدى ملائمه البنيه المجتمعيه لاحتضان تجربه العقوبات البديله؟ هل نحن كمجتمع مغربي يعني مستعدون لتلقي مثل هذا او لاحتضان مثل هذه التجربه؟ صحيح ان يعني الحديث عن العقوبات البديله ماشي يعني حديث الان، وانما تم تنظيم ندوه في افران سنه 2000، ايضا في الندوه اللي عرفتها مدينه مكناس في سنه 2004، وتوالت يعني مجموعه من الندوات، ولكن يعني صحيح ان المشرع المغربي كما قال الاستاذ هو تاخر انزال هذه العقوبات البديله، ولكن واش كنشوفوا انه بالفعل يعني آن الاوان لاحتضان هذه التجربه؟ وحتى لا اطيل وشكرا جزيلا.